فاللهم يا كريم يا ذا القوة المتين، يا واسع العطاء ويا دافع البلاء، اللهم ارزقنا الكرم إذا أعطينا، واملأ قلوبنا بالتواضع والإخلاص بعد العطاء، وافتح لنا أبواب الخير، واكتب لنا التيسير في كل أمر. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت، واجعلنا يا مولانا من المحسنين. وصلي اللهم وسلم وبارك على من فاض عطاؤه على أمته في الدنيا والآخرة، الحمد لله رب العالمين. شتي داك صحابك عاد تالي شريف راه شي طابق مزيان اجي تاكل الحرشه ما يقع فيك حتى حاجه واش بصح دريتي بسم الله بسم الله هنشوف شحال الزيت شوف شحال الزيت افطر مخير هكا بغيتني مالح لا انا نوع بغيتني باسح
باش انا هذيك اللي بغيت نقول لك، زعما انا مروع.